على طاولة لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية نقاش حول نقل المشتقات النفطية وطرح العديد من المشكلات التي يعاني منها سائقو الشاحنات والصهاريج والتوصل إلى حلول جذرية. وعدوا المسؤولين أنه خلال الفترة القادمة يضعوا إيدهم على الخلل إن وجد طبعاً، إن وجد يتحققوا من الموضوع هذا، لأنه هذول ما بمثلوا كل أصحاب النقل، هذول جزء، في جزء الآخر جزء يحكي كلام غير هيك، فهم طبعاً راح يتحروا يتأكدوا بمتابعة معنا وراح نقول لهم شو الإجراءات اللي تم اتخاذها. مطالبات بضرورة تثبيت المهندسين الزراعيين العاملين في أمانة عمان الكبرى على طاولة اللجنة الإدارية النيابية، إضافة إلى تغيير المسميات الوظيفية لهؤلاء المهندسين من مسمى عامل إلى مهندس. مشكلتنا في مجلس في 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 في, في ديوان الخدمة المدني، أنا بدي أطبق اليوم هذا النظام بقول هذا ديوان نظام ديوان الخدمة المدني، ما بدي أطبق نظام بقول هذا نظام الأمانة. يا بتعطيني أطبق هذا النظام، أحط الأمانة إلها نظامها مثل ما بتقول إلها نظام خاص، أطبق نظام الأمانة، ولكن لا تتدخل أنت في أمر بخرب هذا النظام. معيده إيه لو ما إلكوا دور في الموضوع ها كان انحلت قضيتهم لها سنة. وفي سياق منفصل، أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أثناء حضور نقيب المقاولين الذين أكد على رفض مجلس المقاولين التعديل على قانون العقوبات فيما يخص قانون الغش. نحن نرفض بشدة هذا التعديل ونعتبره خطوة إلى الوراء أتت في وقت نحتاج به، مش خطوة نحتاج به سنتي إلى الأمام. فيا أخوان بالله عليكم نحن بحاجة أن نتقدم، ما صدقنا الأمور، ما صدقنا خلصت كورونا، ما صدقنا تجاوزنا، ما صدقنا إحنا كل ما نيجي بدنا نعمل ريستارت، نعمل بومين ونتجه ونشتغل نتفاجأ بإشي كارثي. ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022 إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلاً عن الحاجة الماسة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.